دائما من خلال صباح السبت نقدم تقارير مختلفة في هذا الإطار، ومعنا أيضا حديث عن مركز الفيصل، وقد قدم مكتبة ثقافية للأطفال مركز النور لحديث عن طريقة برايل وكيف يمكن أن يتعلموا بهذه الطريقة. كاميرا الشروق حاضرة دائما لنقل نبض الحياة وتجاوز مختلف التحديات فيما يخص ذوي الإعاقة. معهد خاص بتعليم الأطفال من عمر 7 وما فوق، لكن المعهد يعني إشكاليته أن ما بتستوعب لي العدد الكبير الممكن يستوعب جميع ولايات السودان. المعهد فيها 8 فصول، 6 فصول ابتدائي من الأول للسادس، فصلين أولى وثانية متوسط. سعة المدرسة كلها 135 طالب، بيجيني 60 طالب أو 50 طالب لقبول الصف الأول. المعهد ما بيستوعب أكثر من 15 تلميذ نسبة الذي المباني. وفي نفس الوقت حسب المتحدث القبلي ده وكيل معهد النور، وفي معلمات، يعني المعهد فيها زي كم 30 أو 35 معلم ومعلمة، 90% مكفوفين. المعهد الذي تأسس في عام 61 كمؤسسة أهلية، ثم انتقل لوزارة الرعاية الاجتماعية في 67، وبعد ذلك 94 ضم لوزارة التربية والتعليم العام. طبعا نحن كمكفوفين أهم شيء في نحن تلميذنا منا نحن كطلاب أنه تعهدنا على أنه نصل درجة ونترقى بها إلى أن نصل، رغم أنه بقينا درجة وكيل لكن ده ما كان المطلوب، لكن رسالتنا الآن هي أنه نحن نوصل الرسالة دي. طبعا الهدف والغاية والرغبة في أنه ذول يقدم هي دي اللي بتدفع الإنسان، عشان كده نحن لما نبث هذه الروح في أبنائنا على الأقل لو ما كانوا أحسن مننا على الأقل يطلعوا، عشان كده بنجتهد معهم اجتهاد شديد جد كبير جدا جدا حتى يرتقوا لمرحلة التعليم العالي.
مركز فيصل الثقافي واحد من مبادرات بنك فيصل الإسلامي في إطار المسؤولية المجتمعية بتكوين كيان ثقافي وتعليمي جامع بيحتوي على إدارات محددة. نحن في إدارة المكتبة تحديدا هي مكتبة عامة بتخدم كل كافة شرائح المجتمع من طلاب وباحثين ورباط ملازم ومعاشين وأطفال. بنقدم خدماتنا من خلال المكتبة، والمكتبة حقيقة تبنت مجموعة من المشروعات بهدف المكتبة. مفهوم المكتبة الحديث فيه ممكن المكتبة تصل للمستفيدين في أماكن. عندنا مجموعة من المشروعات الكثيرة أسسها مركز فيصل الثقافي زي المكتبات المدرسية والمكتبات الفرعية للمكتبة الأم، مكتبات دور التأهيل والإصلاح، مكتبات المستشفيات وخاصة في الأمراض المزمنة. عندنا مكتبة في استراحة مرضى السرطان بالمعمورة، ومكتبة بمستشفى أحمد قاسم، وحدة مرضى السكري. ودي واحدة حقيقة من المبادرات أو من الجهود اللي بتتبناها مكتبة مركز الفيصل الثقافي في زراعة الثقافة العامة. ونحن مهتمين جدا بجانب الطفل من خلال القراءة، فالقراءة عندها دور كبير في تنمية قدراتهم الإبداعية والذهنية واللغوية. واليوم نحن بنحتفل وندشن واحدة من المبادرات المهمة جدا جدا اللي هو تدشين مكتبة معهد النور للمقيمين ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم بطريقة برايل. هي احتمال تكون أول مكتبة، يعني مكتبة بلغة برايل نحن بنيناها، وبعد ذلك تكون نواة